تمثل الحرف والصناعات اليدوية أجمل مظاهر التراث بإبداعاتها عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها. والحرف والصناعات اليدوية إرث ثقافي ومجان للابتكار، يساهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة. والحرف والصناعات اليدوية هي تلك الأنشطة التي يقوم الحرفيون بمزاولتها والاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات ذات منافع متنوعة تساهم في توفير بعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمجتمع بصورة عامة وللسياح بصورة خاصة. وترتكز هذه الأنشطة على المهارات اليدوية والفكرية للحرفيين بمساعدة بعض العدد والأدوات الضرورية. معظم هذه الحرف مشتتة ولم تلقى الاهتمام المطلوب إلا بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار في عام 1422 هجرية باستحداث مسار سمي آنذاك بمسار الحرف والصناعات اليدوية. أقيم هذا المسار ضمن البرنامج الوطني للثقافة والتراث الذي أسسته الهيئة في عام 1421 هجرية. ساهم هذا البرنامج بالعديد من المسوحات الميدانية في جميع مناطق المملكة، واستطاع خلال 4 سنوات من حصر أكثر من 20,000 حرفي وحرفية في معظم مناطق المملكة. كما ساهم هذا البرنامج في توثيق العديد من الحرف والصناعات اليدوية الآيلة للاندثار وتلك التي اندثرت والقائمة حاليا. لم تكتفي الهيئة العامة للسياحة والآثار بهذا العمل، فمن خلال توجيه صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان حاول البرنامج إلى تنظيم العديد من البرامج السياحية الخاصة بالحرف والصناعات اليدوية، فأقام العديد من المهرجانات والمعارض الخاصة بهذا القطاع، مما ساهم في لفت النظر لهذا القطاع الهام الذي عملت عليه الهيئة منذ ذلك الوقت. لم تكتفي الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم المهرجانات وتنظيم المعارض الخاصة بالحرف والصناعات اليدوية فحسب، بل لفتت الأنظار الجهات الأخرى سواء الجهات العامة والجهات الخاصة إلى أهمية هذا القطاع، سواء الأهمية الاقتصادية أو الأهمية الاجتماعية أو الأهمية الثقافية، فتوالت عليه معظم الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة العمل، فنظمت العديد من المهرجانات هذه الوزارات للحرف والصناعات اليدوية، وكانت تهتم بشكل كبير بالأسر المنتجة تلك التي تنتج الحرف والصناعات اليدوية. من خلال هذا الاهتمام المضطرد للحرف والصناعات اليدوية فكرت الهيئة بإيجاد عمل استمراري لهذه الحرف، ففكرت بإيجاد ووضع استراتيجية شاملة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية مثلها مثل كل الدول المحيطة بنا، سواء الدول المحيطة بنا أو الدول الأخرى. فشكلت لهذا العمل فريق متخصص من الخبراء سواء من داخل المملكة أو من خارجها من الخبراء الذين لهم أهمية كبيرة في وباع كبير في الحرف والصناعات اليدوية. هذا الفريق عمل على مدار عامين بجهد ونشاط أدى إلى وجود استراتيجية وطنية للحرف والصناعات اليدوية. استطاع فريق العمل الذي قام بالعمل على إعداد ووضع الاستراتيجية من إعداد استراتيجية وطنية للحرف والصناعات اليدوية تم إقرارها من مجلس الوزراء برقم 172 وتاريخ 2/6/1433 هجرية،
وتم إقرار أيضا برنامج تحت مسمى البرنامج الوطني للحرف لتنمية الحرف والصناعات اليدوية. هذا البرنامج يعمل على تطوير الحرف والصناعات اليدوية، رؤيته تنمية قطاع الحرف تنمية سياحية مستديمة، وهدفه الرئيسي هو تطوير الحرف والصناعات اليدوية بكافة أشكالها وكافة أنواعها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال التدريب والتطوير والتأهيل. ولأجل ذلك اهتمت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإيجاد مراكز للأسواق الحرفية، وأيضا حاليا تخطط لإيجاد 7 مراكز للإبداع الحرفي في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. وهذه المراكز وهذه الأسواق أمثال مركز بالبيوت الطينية في مدينة الرياض يهتم بتطوير كل أصناف الحرف من خلال إيجاد متدربات وأيضا خبيرات متمارسات لديهم الفكرة عن تطوير الحرف من داخل المملكة، يقومون بتدريب الشابات على حرف متنوعة مثل حرفة السدو وحرفة التطريز وحرفة الكروشيه وحرفة الطرق على السيراميك وحرفة الطرق بالنحاس وكثير من الحرف الأخرى التي تهتم النسوة بها، ومن ثم تقوم هذه السيدات بعرض منتجاتهم بمنافذ تسويقية سواء داخل هذه البيوت الطينية أو من خلال الأسواق التجارية. تم استفادة الحرفيين من المشاركة في 100 تجمع للجمهور في المهرجانات والفعاليات والملتقيات والاستثمارات السياحية، وذلك بعرض منتجاتهم ومزاولتها، مما يساهم في توعية الجمهور بأهمية الحرف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية. وتبين أن هذه المشاركات من أهم قنوات البيع لمنتجات الحرفيين، مما يشجع على عملهم في أوقات فراغهم وفي منازلهم تحضيرا للمشاركة في الملتقيات، ومنها ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي يقام سنويا في الرياض. من المناطق الأخرى التي تهتم الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير الحرفيين والحرفيات عليها مركز الحرف والصناعات اليدوية الموجود في مدينة بريدة بالقصيم. هذا المركز يضم تقريبا بحدود 15 حرفي. هؤلاء الحرفيين يقومون بمزاولة العمل الحرفي في محلهم، ومن ثم أيضا يقومون ببيع هذه الحرف والمنتجات أبيع المنتجات الحرفية من خلال هذه الأسواق. أيضا هناك سوق الباحة للحرف والصناعات اليدوية، وهناك سوق أيضا فتح من جديد في منطقة الشرقية في مدينة تاروت.